دخل القصر ببروده المعتاد، ومعاه بنت عندها 10 سنين كان ماسك ايديها، وطلع على السلم. فجأة وقفوا صوت: مراد، انت كنت فين؟ ومين دي؟ هي حصلت كمان تجيب اطفال؟ مش كفاية البنات الزبالة اللي بتجيبهم كل يوم؟ بصلها بمنتهى البرود: خلصتي؟ اولا اسمي مارد مش مراد، وبعدين بص للبنت اللي بصت له بابتسامة بريئة وتابع كلامه: هتسلى شوية، حد عنده اعتراض؟ فريدة بغضب وتذمر: انت اتجننت؟ دي جريمة، دي لسه طفلة. مراد: ياه، اللي يسمعك كده يقول انكم ولاد ناس ومش بتعملوا اكتر من كده. مش عيب تكلم مامتك كده؟ مراد بسخرية: مامتك؟ ومسك ايد البنت وطلع اوضته، وهو ماشي في ممر في اوض على الناحيتين سمع صوت بكاء طالع من اوضه اتنهد بضيق، وكمل طريقه القطه. فتح الباب بعصبيه، فالطفله اتخضت. مراد لاحظ خوفها، بص لها بجمود وهو عائد حواجبه لانه نادرا ما بيضحكش: ما تخافيش، تعالي اقعدي هنا وهرجع لك بعد شويه. الطفله بصت له بابتسامه طفوليه، قعدها على السرير بهدوء وقال لها: اوعي تخرجي من هنا. حاضر. خرج وقفل الباب بهدوء، مشي لغاية ما وصل لأوضة الشخص اللي كان بيعيط، خبط وفتح الباب. كانت جميلة، وهي فعلا اسم على مسمى، جميلة 46، أقل ما يقال عنها إنها ملكة جمال. جميلة مسحت دموعها وقالت بتوتر: مراد، مراد. قفل باب الأوضة، دخل وقف قدام السرير وقال بصوت مخنوق: بتعيطي عشانه صح؟ بتحبيه بعد كل اللي عمله فيك وفيا؟ دمر حياتك وحياتي ولسه بتحبيه؟ أنقذني، لمني من الشوارع وكلام السكك يا مراد. قلت مارد، اسمي مارد. مراد ده انت قتلتوه من زمان، ما بقاش موجود اصلا. وبعدين انت بتقولي لمك من الشوارع؟ لا بجد كتر خيره، لمك لقذارته. جميلة وقفت ومسكت مراد من كتافه: ما تظلمهوش يا مارد. مراد بعد عنها وقال: اوعى ما تلمسنيش، طول ما انت بتدافع عنه كده هيفضل يدوس عليكي. وسابها وخرج. دخل اوضته وهو مش شايف قدامه، بس لقى البنت الصغيرة نامت على السرير. قال في نفسه: يا ترى ايه حكايتك انت كمان، وايه اللي خلاني اخدك معايا؟ وقلع التيشيرت بتاعه ودخل الحمام، وقف تحت الدش والمية نزلت على وش مراد. في اللحظة دي اطلق العنان لدموعه عشان تختلط بالمية وما يظهرش ضعفه حتى قدام نفسه. وبعدين افتكر البنت الصغيرة وبقى بيفتكر هو شافها فين. فلاش باك قبل ساعة، كان راجع من النايت كلاب ومعه فتاة ليل في عربيته وكانت سكرانة جدا. مراد كان سايق العربية ودى وشه الناحية التانية وقال له هو سكران: ابعدي الإزازة دي أنا بقرف. وهو باصص من إزاز العربية لمح طفلة صغيرة نايمة جنب كشك، فرمل بسرعة، والبنت اللي معاه استغربت، نزل بسرعة وراح ناحية البنت هزها فصحيت وهي مرعوبة جدا وكان في بقع دم على فستانها. انت ايه اللي منيمك في الشارع؟ انا مش عارفة اروح. مراد شاف الدم كان هيتجنن ومسك ايد البنت وقال لها: تعالي، مش هينفع تفضلي في الشارع. ومسك ايد البنت وراح ناحية عربيته. فتاة الليل قالت: ايه ده،
هو انت ليك في الاطفال؟ ما كنتش اعرف. مراد فتح العربية بغضب وشد البنت من شعرها وخرجها بره. واديك عرفتي، يلا بقى غوري في 60 داهية. ورماها على الأرض وركب البنت الصغيرة وركب وفاء، ولسه هيسألها عن سبب وجودها بره البيت في ساعة متأخرة زي دي. لقاها راحت في النوم، فسأل لغاية ما وصل القصر عودة من الفلاش باك. مراد كان بينشف نفسه وخرج عشان يلبس هدومه، لبس البنطلون ولسه هيلبس التيشيرت، سمع البنت كأنها بتحلم، كانت بتصرخ جدا. بدأ مراد يقرب منها بقلق. البنت وهي بتحلم كانت بتقول: لا لا يا عمو، ما تعملش كده، سيبني يا ماما. وفجأة صحيت من النوم، صرخت وهي بتتنفس بسرعة. كان مراد قريب منها قوي، راحت حضنته من شدة الخوف. في اللحظة دي فريدة كانت بره الأوضة بتتصنت، ولما سمعت صرخة الطفلة ابتسمت بخبث وقالت: ها، بتدعي الفضيلة علينا يا مراد، وفي الآخر تقلد أبوك. فعلا هذا الشاب من ذاك الأسد. ومشيت من قدام الأوضة وهي مبسوطة وبتتمال في مشيتها من الفرحة. أما مراد فبمجرد ما البنت حضنته طبطب عليها وقعدها على السرير وقال لها: اهدي ما تخافيش. وراح جاب لها كوباية مية شربها وقعد جنبها. احكي لي بقى، انت ازاي تهتي من بيتكم وايه الدم اللي على فستانك ده؟ انا ما تهتش، انا هربت. هربتي؟ وافتكر كلام جميلة انها هربت. هربتي من مين وليه؟ هربت من عمه جوز ماما، والدم ده بسببه. مراد سمع الكلمة دي وعينيه قلبت للون الأحمر وقال: احكي لي كل اللي حصل بالتفصيل. حاضر. وبعدين كملت بخجل: بس انا جعانه قوي، ما اكلتش من امبارح. تمام، هروح اجيب لك حاجه تاكليها ونكمل كلامنا. وقتها مراد ما كانش لسه لبس التيشيرت بتاعه، وخرج وهو كده ونزل تحت نادى بصوت عالي وقال: ده أمينة، انت يا وليه انت فين؟ فريدة قامت وبصت لمراد وقالت له: خير يا مارد، بتزعق ليه؟ مراد كان لسه هيتكلم لكن أمينة خرجت من أوضتها وهي بتقول: نعم يا مارد يا ابني، اعملي عشان طفلة صغيرة. طفلة؟ مين خلف يا ابني؟ بقولك ايه، مش ناقص تخاريف وزهايمر وتنفذي اللي بقولك عليه. مش عيب يا مارد تشتم الدادة اللي ربيتك. مراد لف حوالين فريدة وهمس في ودنها: أنا محدش رباني، أنا أصلا مش متربي. يا ماما. وسابها وقال وهو بيطلع السلم: أمينة، حضري عشا لطفلة عندها 10 سنين تقريبا. حاضر يا ابني. مراد وصل الأوضة لقى البنت ماسكة بطنها وبتتألم. مراد قرب وقعد جنبها على السرير: مالك انت كويسة؟ أنا جعانة، 10 دقايق والأكل هيجي. احكي لي بقى ايه اللي حصل معاكي. حاضر هحكي لك، عشان انت عمو الطيب. تمام انا سامعك. البنت بدأت تحكي فلاش باك. في شقة متوسطة في نص الليل، شاب عنده حوالي 30 سنة بيتسحب على ترتيب صوابعه، ودخل أوضة بنته صغيرة. كانت الأوضة ضلمة، وبدأ يشيل الغطا من على البنت وكان بيقلعها فستانها. البنت في اللحظة دي كانت بتحلم، وفجأة حست بإيد بتلمس جسمها. قامت مرعوبة من النوم وصرخت: ماما، انت قنديل،
أندل بتاع المرعبون. أندل ده شخصية كرتونية شريرة، وفجأة كتم نفسها، فالبنت ما حستش بنفسها إلا وهي بتضربه بالأباجورة في دماغه، ودمه ساح على فستانها. وفجأة دخلت أم البنت على صوت صراخ جوزها، فتحت الإضاءة لقت جوزها سايح في دمه. جريت عليه بلهفة وبدأت تتفحصه وتمسك وشه بشويش. إيه اللي حصل لك يا حبيبي؟ إيه اللي حصل؟ بنتك، سمعتها بتصرخ وهي نايمة، قلت أجي أشوفها. لقيتها بتصرخ وبتقولي أنت أندل وضربتني على دماغي. أنا مش قادر أشوف كويس، أنا بموت ولا إيه؟ إن مشربت من دمك يا حيوانة، أنا 100 مرة قلت ما تتفرجيش على التلفزيون، إيه لحس دماغك بالأفلام الكرتون، بس مفيش فايدة، مش عاملة أهمية للكلام، أنا هربيكي. والله يا ماما بيكذب، ده كان عايز يقلعني الفستان بتاعي. اخرس يا فجرة، هي حصلت تتهميني؟ ده انت زي بنتي، سيبهالي انا هعرف اربيها، وهحبسها 3 ايام كاملين في اوضه الفيران. بس تعالى يا حبيبي اطهرلك الجرح بتاعك، وبعدها ان معرفت اربيها من اول وجديد. الست اخدت جوزها وهي مسنداه، واول ما دخلوا اوضتهم البنت بقت مرعوبه جدا. لا اوضه الفيران، لا انا بخاف من الفيران، لا والنبي يا ماما. ومحستش بنفسها الا وهي بتفتح باب الشقه وبتخرج من بيتهم اللي جنب محطه القطر، وبقت بتمشي من غير ما تعرف هي رايحه فين. وفجاه القطر وصل، ركبت فيه وهي لا معاها فلوس ولا هدوم. لقيت ست كبيره نايمه، راحت قعدت جنبها ومسكت طرف شالها واتغطت بيه، ونامت جنب الست كأنها تعرفها. وبعد مرور ساعات القطر وصل، والكل بقى بيعمل دوشة وصوت في القطر. صحيت هي وخرجت من القطر زي الناس، وهي مش عارفة القطر جابها فين، بس كان كل تفكيرها إن أي مكان بعيد عن أوضة الفيران هو هيبقى أمان بالنسبة لها. ولما نزلت من القطر وهي قاعدة جنب الكشك اللي جنب محطة القطر، اللي شافها فيه مراد عودة من الفلاش باك. يعني هو ما قرب لكيش؟ يعني ايه يا عمو؟ ولا حاجة، انت بطل على فكرة. البنت فرحت قوي من الكلمة. مراد قرب جنبها وحاورتها بدراعه، وكان لسه ما لبسش التيشيرت بتاعه ولسه هيسألها عن حاجة. قامت الدادة خبطت ودخلت الأكل، برقت لما لقيت مراد حاضن البنت، والبنت فستانها كان فيه دم. حطت الأكل وهي عينيها مش مصدقة اللي كانت شايفاه. مراد لاحظ رياكشنات أمينة دادة بعد ما، وبص للبنت وقال لها انت اسمك ايه؟ اسمي تاليا. بعد ما تخلص تاليا أكل خديها وحميها ولبسيها أي حاجة من عندك، أو من عند فريدة هانم. فريدة أصلا لبسها لبس بيبيهات. حاضر يا ابني، عن إذنك. وخرجت وقفلت الباب ومشيت وهي بتكلم نفسها، وكل تفكيرها مراد عمل إيه للبنت. مراد بص لتاليا وقال أنت حابة ترجعي لمامتك وجوزها ولا لأ؟ لو حابة ترجعي أنا هوصلك. لا لا يا عمو، انا مش عايز ارجع للعذاب والذل بتاعهم تاني وقوت الفرام. مراد الكلام ده كان نفسه جدا تكون جميلة اللي بتتكلم وبتدافع عن نفسها، مش تاليا. بص لتاليا بابتسامة جميلة وقال لها مش قلتلك انت بطل؟ وبعدين قال لنفسه انا هعمل المستحيل عشان تفضلي نقية وبريئة وما تتذليش لحد. انا هحافظ عليكي عشان تكوني زي ما انت كده ملاك. انت بقى اسمك مارد يا عمو؟ ايوه. انا بقى هسميك مارد وشوشني لانك طيب زيه قوي، هو وصاحبه اخدوا البنت وحافظوا عليها
لغاية ما رجعوها لأهلها. بس أنا مش عايزة أرجع، لأن ماما مش بتحبني، هي بتحب جوزها أكتر مني. أنا قلت إذا عليك يا عمو، بصي تعالي نتفق إننا ننسى الماضي الوحش ونبدأ من جديد. قلت إيه؟ طبعا موافقة يا عمو. بصي أنا هسميكي أنجل لأنك بجد شبه الملايكة، وأنا هسميك مارد وشوشني. وشوشني؟ آه ده فيلم المرعبون، أنت ما شفتوش قبل كده ولا إيه؟ أنا ما بحبش الأفلام. ويلا عشان تنامي، الوقت اتأخر قوي، إحنا تقريبا الفجر. وأخيرا لبس التيشيرت بتاعه وسابها تنام على السرير، ونام هو على الكنبة. الصبح صحي وأخد الشاور بتاعه ولبس ونزل عشان يفطر ويروح شغله. صباح الخير يا مارد، أخبار ليلة امبارح إيه؟ يا ترى انبسطت؟ رفع عينيه وبصلها بكل برود، جدا جميلة نزلت وقالت صباح الخير. فريدة هزت راسها بغرور، يعني صباح الخير. أما مارد فمسك إيد جميلة وبسها وقال صباح الخير يا ست الكل. جميلة سحبت إيدها بخوف وهي بتبص لفريدة اللي كانت حطاقة من الغيظ. فريدة مسكت فنجان القهوة ورميته بكل قوتها على الأرض فاتكسر، وبصت لمراد وقالت مراد عايزاك في المكتب. هز راسه بكل برود ودخل وراها المكتب. فريدة بدأت تتكلم هي ومراد بالألغاز. العروسة وصلت بجوزها بأمان، معرفش. طب ما تعرفش دفعوا كام مهرها؟ مراد وهو بيفتح باب الأوضة، تقدري تسألي اللي انت عايزاه للباشا لما يرجع، لكن أنا ما بشتركش في الشغل القذر بتاعكم ده، على أساس إن باقي الشغل نضيف قوي. مراد وهو بره المكتب قال كلها وساخة، وسابها وخرج. عد على أمينة في المطبخ وطلب منها تطمن على أنجل وتفطرها، وراح اشترى الأنجل لبس كتير جدا وحاجات بتفرح أي طفلة، ورجع بعربيته. نزل وهو بيشيل النضارة السودا من على عينيه، وبص لها أنجل واقفة في الشباك، ابتسم لها. هو ليه بيفرح لما بيشوفها؟ مش عارف، يمكن حابب يصلح فيها كل طفولته اللي معاشهاش واتحرم منها. مراد طلب من الخدامين يطلعوا الحاجة فوق، لقى تالي حرفيا هتموت من الفرحة، وعمالة تحطن في الهدوم وتحطها على جسمها كأنها بتقيسها. فضل واقف وساند على باب الأوضة بيراقبها وبيبتسم لفرحتها. وبعدها راح لجميلة أوضتها وطلب منها تاخد بالها من تاليا طول ما هو في المصنع، وتلبسها هدوم من اللي جابها لها. جميلة استغربت من اهتمامه وحبت تسأله، بس هي عارفاه كويس، لو حابب يحكي حاجة هيقولها، غير كده محدش يسأله عن حاجة لأنه مش هيجاوبه. خرج تاني وراح شغله، وتاني فضل طول النهار مع جميلة وحكت لها تقريبا عن كل حاجة، من لما هربت لغاية اللحظة اللي مارد أخدها وجابها القصر معاه. جميلة عيطت وحضنت تاليا، بس من جواها كانت مبسوطة لأن مارد لسه جواه خير وطيبة. جميلة أخدت تاليا في حضنها وناموا هما الاتنين. في نص الليل دخل مارد كعادته، وكل يوم معاه بنت شكل، طلع وهو بيتمايل وفقد توازنه لأنه سكران. البنت سندته ودخل أوضته وقفل الباب، ولسه هيقرب من البنت سمع صوت طفولي، مارد وشوشني مش البنت الرقاصة دي، أنا هنام جنبك من هنا ورايح، مادام بتخاف تنام لوحدك على السرير، ولحد هنا وتخلص حلقتنا. استنوني في الحلقة الجديدة، بس ياريت نشترك في القناة ونفعل الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكم كل جديد، وياريت ما تنسونيش باللايك الجميل اللي بيفرح قلبي. دعما
لنستمر.